السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إيهاب الصرفندي من قناة إيهاب تي في. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا مبسوطين، إن شاء الله تكونوا يا رب دائما مبسوطين وبخير. اليوم جيناكم بموبايل جديد ومراجعة جديدة من موبايل من شركة شاومي اف 2 بيكوفون اف 2 برو. هذا الموبايل موبايل جديد ظهر وبدنا نعمل عليه انبوكسينج ومراجعة سريعة. يلا خلينا نيجي مع بعض نشوف في داخل هذا الصندوق، في مواصفاته وكل حاجة عنه إن شاء الله بشكل سريع. لا تنسوا إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتحضروا الفيديو للآخر، ضروري تحضروا الفيديو للآخر علشان تعملوا له إن شاء الله إعجاب وتدعمونا بالإعجاب. ويلا خلينا بعد الإنترو نشوف إيش في داخل هذا الصندوق. يلا. تكنولوجيا الموبايل عالم واسع، وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة. إيهاب تي في تقربك أكثر، فكن على قرب منا. ميتين وستة وخمسين جيجا المساحة الداخلية، 8 جيجا رام، بوكوفون اف 2 برو، لون جري رمادي، 5G. الدبوس كتالوجاته بيت بلاستيك او حماية ايش ما تسموه شاحن التايب سي الشاحن السريع 30 واط نشوف الموبايل بوكوفون اف 2 برو مواصفاته هي على اللزقة الخارجية كوالكوم سناب دراجون 865 5G شاشة 6.67 سوبر امولود فول سكرين ديسبلاي 64 ميجا بكسل الكاميرا الاساسية البطارية 4700 ملي امبير. خلينا نشوف التفاصيل في الداخل. الموبايل هيو الباور جاي باللون الأحمر، الفوليوم، شاحن، الشاحن طبعا تايب سي، في عندنا هان تحت
على ما أعتقد مدخل الشريحة. الآن نشوفه مايك الأساسي، السماعة الخارجية، الشاحن. هنا في أكيد IR، وهي عنا نشوف التفاصيل إيش هو هان الأزرار. هاي الباور زي ما حكينا، هاي الجهاز فتح، MIUI 11، اربع كاميرات، 64 ميجا بكسل الكاميرا الاساسيه، و5 ميجا بكسل و13 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل. طبعا ما في عندنا هنا الشاشه كامله، ملاحظين على الشاشه ما فيها كاميرا اماميه، الشاشه كلها شاشه ما فيها كاميرا. طبعا الكاميرا الاماميه الان نفرجيكم كيف الكاميرا الاماميه وين بدها تكون. هنروح على الكاميرا، هذه الكاميرا اللي هو الخلفيه، لو ضغطنا هنا نحول على الكاميرا الاماميه، الكاميرا الاماميه هي في الأمام، الكاميرا الأمامية. يعني حاجة مرتبة، كاميرا مخفية سلايد. هذا الموبايل اللي هو 256 جيجا رامات 8، في منه نسخة تانية بتجي 128 جيجا رامات 6. موبايل بوكوفون F2 برو، MIUI 11، اندرويد 10، مستوى اللي هو اندرويد 1.6، يعني اللي هو شهر 6 اللي هو النسخة هذه، 256 جيجا. الموبايل عليه معالج سناب دراجون 865، يعني اعلى فئة في السناب دراجون. التكنولوجيا 7 نانو، بطاريته 4700 ملي امبير، شاشته سوبر اموليد بدقة فول اتش دي بلس، الشاشة 6.67%، يعني شاشة حلوة وكبيرة، هي زي ما انتم شايفينها رائعة جدا. يعني التاتش انا شايفه مع الشاشة، يعني اول جهاز بوكوفون يركب عليه سوبر اموليد شاشة، مش اي بي اس زي F1 كان عليه IPS، لكن هذا F2 برو عليه شاشة سوبر أمولود. هذه تقنية جديدة، يعني حاجة حلوة انه كجهاز زي F2 برو. نشوف اضاءة الشاشة، نعليها على الاخر. شاشته 500 نتس يعني كويس، لكن في شاشات سامسونج بتكون اعلى من هيك، يعني في بتصل 1000 واكتر، بس يعني هذا 500 نتس مش عاطله في لشركه شاومي، لانه اول مره تشتغل على الشاشه هذه. يعني هاي الاضاءه زي ما تجي، وهنجربها ان شاء الله، هنجرب الموبايل كله بشكل عام، وهنجرب الشمس ونشوف كيف. مواصفات الموبايل، يدعم الراديو الاف ام والان اف سي والاي ار، التحكم بالاجهزه الكهربائيه، ياتي الهاتف بابعاد 163.3 في 75.4 في 8.9 ملليمتر، مع وزن الموبايل 219 جرام. طبعا كورين غوريلا جلاس الجيل الخامس، الظهر اجزاز والوجه شاشة اجزاز من الجيل الخامس. طبعا الموبايل بيدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. الشاشة زي ما حكينا فيش فيها اي ثقب، ما في كاميرا. الكاميرا وين؟ الكاميرا قلنا موجودة في اللي هو سلايد زي الام اي 9 تي. مساحة الشاشة ماخذة من الموبايل 92.7، وبيدعم اللي هو الواجهة 9 الى 20، والموبايل زي ما حكينا الاصدار 828 واصدار ال 256 رامات 8. المعالج 865 سناب دراجون،
من كوالكوم بتكنولوجيا 7 نانو، يعني نفس معالج الماي 10 والأوبو فايند اكس 2 والوان بلاس 8 مع معالج رسومي 650 أدرينو، بالإضافة لدعم إيش تبريد. يعني أنا المعالج الموبايل بيدعم التبريد زي نوت 8 برو في شاومي، عشان الجهاز أو عشان الموبايل ما يسخن زي موبايل مثلا الماي نوت 10 برو بيسخن كتير، لكن هذا الموبايل هيكون فيه تبريد. وهنجرب ونشوف إحنا الكلام اللي بيحكوا عنه. الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل، والكاميرات الخلفية زي ما قلنا 64 13 و5 و2. بصور الموبايل 4K و8K، والكاميرا الأمامية بتصور Full HD. طبعا زي ما قلنا فيها هنا مايكروفون ثانوي، وفيها هنا عندنا IR. نشوف الشرايح الموبايل وين بيركبوا هنا تحت. زي الايفون نظامه سم 2 سم 1، يعني انا في تركب شريحة نانو وهنا في شريحة نانو وبس. سعر الموبايل 128 جيجا حوالي $500، يعني حوالي 8000 جنيه مصري. نسخة 256 مع 8 جيجا رام سعرها $600 حوالي 9600 جنيه مصري. ان شاء الله احنا هنجرب الموبايل ونحكي عن تفاصيله كلها وكل اشي سواء عيوب او مميزات عن الموبايل، وانا شخصيا هستخدم الموبايل واشوف كل اشي عنه، وهرجع لكم فيديو تاني ان شاء الله حتى نقرر او نشوف ايش فيه مواصفات وعيوب. الحماية الموبايل سكرت على الكاميرات، يعني الكاميرات هيك صاروا افضل اسبت ما يتكحتوش الكاميرات. طبعا شاومي ما بتحط سماعات في الموبايلات، سماعات خارجية للأذن، بتحط دايما IR. بهيك الفيديو خلص، ان شاء الله هنيجي نعملكو فيديو تاني مراجعة كاملة بعد ما استخدم الموبايل، ويعني اي سؤال بتحتاجوه انا جاهز. ان شاء الله تكون المراجعة عجبتكو، لا تنسوا انكم تحطوا اعجاب للفيديو، واي واحد بده اي سؤال يكتب لي بالتعليقات وانا ان شاء الله هرد عليه باسرع وقت. واي خدمة احنا جاهزين، والاعجاب للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.